السلام عليكم. اليوم معكم الدكتور طبيب الأسنان. اليوم جابوا لنا هذا المعقول اللي كلا من المجدلة. هذا الحب راح نضربوا له الحب كما راكم تشوفوا هنا، وأسنانه متسوسين، نديروا له الإبرة، تخضير اللحم، ثم نفقس هذه القيح وننزعه، وسوف ننزع القيحة مرة ثانية. انظروا إلى أسنانه، إنها مليئة بالإسمنت والتراب. ننزع ثم ننزع هذه السن، ونضع له برغيا، ونركب له سنين يحك الأسنان الملوثة تصبح نظيفة، ثم تصبح بياض. نركب له سنين، ننزع له التسوس، نضع له الدواء، وإلى اللقاء.